بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه في مشوارنا مع الامام الحسن العسكري في تفسير القرآن. النهاردة قبل ما افسر القرآن بتاعت السورة اللي هفسرها النهاردة سورة الفاتحة، هفسرها بالظاهر وبالباطن وان شاء الله تتفهم مني، بس انا عايزة اقول لكم ايه قبل ما اتكلم عن السورة. عايزة اديكم مقطع عن الامام علي سلام الله عليه، بيبين لنا الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، اتكلم علينا بالظبط بالظبط بالظبط. اسمع معايا مقطع من خطبة له، مش كل الخطبة هقراها، مقطع من، بيقول ايه: وليس عند اهل ذلك الزمان سلعة ابور من القرآن. عارف يعني ايه ابور؟ يعني اهمل من القرآن. صح، كلياتنا في بيوتنا عندنا قرآن، في الحيطة في قرآن، في السيارة في مصحف، في الدرج في مصحف، في أوضة النوم في مصحف. إنما بتقروه بتفتحوه؟ لا، ولذلك دي سلعة بايرة. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من القرآن أو بوبر من هذا الكتاب، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف. إحنا دلوقتي متعودين إيه؟ الراجل ده غلبان مثلاً، يا عمي شو بدك فيه انت، شو مالك منه انت، خلاص اتركه، احنا مالنا وماله، اللي عايز يطعميه طعميه، دول كلهم كذابين ونصابين وبس بيمدوا ايديهم عشان ياخدوا فلوس و و و و و. لا، منعك عن الخدمة وعن المعروف تعمله. بنعمل كده في بعضينا كتير وبنسمعها كتير. تيجي واحدة تقول لك والله انا جوزي مثلا دينيني كذا، ادينك، انا معيش فلوس، بس تطلع تقول لي دي نصابة يا شيخة، ما ترديش عليها، حرام يا فلانة، خلينا نقف جنبها، بلا تقفي جنبها بلا حاجة، دي واحدة نصابة كذابة يا شيخة، بعدين تروح تشوف غيرنا يا اختي، انا بديش اعطي فلوس لحد. إيه كده، احنا اهل المعروف اختفوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الآخرة، في باب خصوصي يدخلوا منه على الجنة اللي هم أهل المعروف، اللي هم أهل معروف في زماننا دلوقتي. شوف أنت قيس نفسك وأنا بقول، أنت منهم؟ أنت منهم؟ يا ريت. ولا شيء أنكر، ولا شيء في البلاد أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر. يعني إيه المنكر؟ كلنا عارفينه، الغلط كلنا شايفينه، بس حد يعني مثلا يا فلانة بنتك لابسة التنورة قصيرة كتير، عيب يا اختي، دي موضة وطلعت والبنات كلهم كده، لازم تفرح بشبابها ولازم تلبس. الله. وبعدين التانية تقول لها طب بنتك لابسة من غير كمام وبحملات وشباب رايحين جايين، تقول لك انا بقدر اكلمها؟ بنتي 17 18 سنة، خلاص ماليش عليها، ما اقدرش اكلمها. طب انصحيها، ما بتردش، ما انت ربتيها على كده، ما انت ربتيها وهي صغيرة على كده، كنت بتلبسيها التنورة هالقد وفرحانة بيها وهي ماشية وبين الاندرور بتاعها من تحت، فرحانة بيها علمتيها كده، ودلوقتي جاي تقولي مش قادرة ترد عليا، ما بتردش عليا، منك سببك انت. ابنك عامل شعره زي الكوك وزي اللي بعرفش ايه، زي القنفذ، ايش بيعملوه قنفذ، وايش بيعملوه ديك، وايش بيعملوه اشكال والوان، ايش مقرفه مقرفه. سايب ابنك كده يقول لي ما بيردش علي، طب ليه؟ طب ليه علمته انه ما يردش عليك في الغلط؟ ده اشياء منكره، ده شباب العرب المسلمين كده؟ هو ده الامام المهدي اللي عايز ياخدكم وتكونوا معه يا شيعه؟ بتسيبوا ولادكم يعملوا الاشياء دي ويقلدوا الاجانب؟ انتوا تعرفوا ان موضه البنطلونات الجينز المقطعه من على الركبه ومقطعه من على الفخذ ومقطعه، عارفه دي مدتها جت ازاي؟ واحد بيعمل ديزاينر بي 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 يعني بيحط اشياء جديده، موضه جديده للنسوان، متجوز واحده بتعبد الشيطان، ملحده بتعبد الشيطان، طق في دماغها الشيطان اللي بعت لها انها تقول لجوزها هات نعمل بنطلونات مقطعه وتشوف ازاي النحس هتتجن عليها. ولغايه الان ولادنا اكتر من ولاد الاجانب بيلبسوها، وبيلبسوها للاطفال الصغيرين، ده كله اختراع واحده ملحده بتعبد الشيطان. شايفين عملوا ايه في ولادكم؟ شايفين انتوا ساكتين ازاي؟ اهو ده المنكر اللي احنا كلنا موافقين عليه، اللي الامام علي بيقول عليه. لقد نبذ الكتاب حملته، اللي حامل الكتاب
وبيحاول يحكي ويفهم ويعمل، تركوه محدش سمعنا ستي، محدش بيسمع ولا حد بيرد، سبناه خلاص مش هحكي مش هقول. وتناساه حفظته، لان عندنا دلوقتي بيعملوا ايه مسابقات في حفظ القرآن، ولد عمره 12 سنة حافظ القرآن، بنت عمرها 20 سنة حافظة القرآن، وتقول لك الصفحة الفلانية وصفحة، ربنا مش عايزك تحفظيه، عايزك أفلا يتدبرون القرآن، دبرون يعني يفهموه. اسأليها عن معنى والعاديات ضبحا، تعرفش الشطارة انك تحفظيه؟ لا، الشطارة انك تفهميه، دي رسالة من السماء إلى الأرض تقول لك ربنا عايز ايه، ما قالكيش احفظي رسالتي زي البغبغان وبعدين تيجي تقولي لي مش فاهمة، ما فهمتيش حاجة لك، دي مش شطارة. ربنا عايزك أفلا يتدبرون القرآن. كان زمان بيفتحوا حاجات كده الشيوخ تقعد تمسك أطفال القرية ويقعدوا يحفظوهم القرآن من غير ما يفهمهم ولا شيء، يبقى الولد طالع زي البغبغان يحكي الفتحة ويحكي قل هو الله وقعد ويصلي ويكبر يقولك الشيخ فلان الشيخ علان والشيخ ايه، عشان حافظ شويه من القران في القرى عندنا في مصر، ولا فاهم اي حاجه من الالف من كوز الدره من القران. فالكتاب واهله يومئذ منسيان، ده كلام الامير. الكتاب واهله، مين اهل الكتاب؟ اهل الكتاب المعصومين اللي هو يتمثل بهم دلوقتي الإمام المهدي. والله يا جماعة بيقعدوا صباحيات هنا في أمريكا، بيلموا العيلة كلها وبيقعدوا مع العيلة كلهم كل يوم حد، مثلا قعدة حلوة مش وحشة، محدش يقولك وحش، لم العيلة وقعد مع العيلة كلهم وكلهم يتعرفوا على بعض صغيرين وكبار، إنما تقعد القعدة وتقوم ما يذكروا الإمام ولا بكلمة، ده إمامكم اللي حاضر الغائب معانا اذكروه. قال لكم لما تيجي تعملوا عزومة تعملوا أكل تعملوا شرب قولوا ده عن الإمام، تقدم هدية عن الإمام، اذكر إمامك دايما لأن إمامك موجود. الكتاب وأهله منسيان، القرآن منسي والإمام المهدي منسي، طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما مأوى. سلام الله عليك يا إمامي، سلام الله عليك، واحد لا يأويهما مأوى، ما لهمش مكان، ما حدش عايزهم ولا حد بيذكرهم ولا حد بيفتكرهم في أي مناسبة. المكان أو الجلسة اللي ما يذكرش فيها اسم الله واسم المعصومين جلسة مغضوب عليها، جلسة شيطانية، حتى لو كان ود من العيلة يجتمعوا مع بعض، إنما ما ذكروش إمامهم، ما ذكروش أي حاجة تمس دينهم، يفكروا بعض يعني قاعدة حلوة اجتمعوها كل يوم هتفكروا بعض بالحاجات الناقصة، دول شباب صغيرين قدامكم لسه بيعرفوش حاجة، ادوهم كلمتين ثلاثة معلومة معلومتين ثلاثة يطلعوا فاهمين حاجة، إنما جايين عشان يفطروا ولا جايين عشان يأكلوا بعدين يقوموا وتكلم كل واحد يتكلم ده مع صاحبه ده مع مشكلته وده مع جارها وده، إيه ده إيه ده. الكتاب وأهله منسيان لا يأويهما مأوى، فالكتاب في هذا في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم. انتم مسلمين؟ ايوه نعم مسلمين، ومعهم وليس معهم. انت معاك القرآن بس القرآن مش جواك، معاك في شنطتك، معاك في درج مكتبك، معاك في العربية بس مش جواك القرآن. يعني شو معاك كتاب حطه جنبك، شو بتستفيد منه اذا ما افادكش القرآن زي قلته. يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه. صح، ما يأتي من القرآن إلا رسمه، كتاب القرآن مرسوم رسم، حد فتحه، حد شافه، حد عرف اللي فيه. مساجدهم يومئذ عامرة من البنى خالية من الهدى. مساجد، روح اتفرج عندنا هنا في امريكا المساجد مزوقة ومرتفعة وقبة وبعرفش ايه مليانة، والعوامر فيها مترتبة والحسينيات مترتبة وخالية من الهدى، ما بيهدوش الشباب فيها، بيصلوا الجمعة بيروحوا، وحتى امام المسجد في صلاة الجمعة لانهم تابعين المراجع المختلفة
ما يقدرش يذكر علي في صلاة الجمعة ولا يجيب سيرته ليه؟ ورغم إن يا جماعة والله الكلام ده كلام الإمام مش كلامي أنا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أول حاجة خلقها الماء اللي هو اللي خلق منه كل شيء، بعد نور محمد، بعد الخمسة أصحاب الكساء، كتب على الماء لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الشمس كتب عليها الثلاثة دول، لما خلق القمر كتب عليه، لما خلق الهواء كتب عليه، لما خلق الماء بتاع البحور كتب عليه، على جناحات جبرائيل مكتوبين الثلاثة، على جناحات إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وبقية الملائكة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. نيجي إحنا نقول في صلاتنا ممنوع تحط عليه أمير المؤمنين وتسأل، تبعت تسأل المرجع بتاعها يقول لها صلاتك عيديها؟ أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل ده، ما بتدخلش في المراجع ولا لي خاص فيهم أنا. طيب أيها الناس، ده كلام الأمير، عليكم بهذا القرآن، حلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بمحكمه وردوا متشابهه إلى عالمه اللي هو الإمام، فإنه شاهد عليكم، شاهد عليكم. هنطول الإمام إزاي؟ طيب يا ست ميرفت، الإمام عنده وثائق كتير ومكاتيب بعتوها مع الأربعة بتوعه، وعندنا الإمام أو كلامه كل الأئمة زي بعض مكتوبين في الكتب، الأربعمية كتاب اللي اتكلمت عنهم مكتوب فيهم كلام الأئمة كلهم زي بعض. إيه بيقول لك؟ وما جالس أحد في هذا القرآن، أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقص. إزاي يقوم بزيادة وبنقص يا مولان؟ يقوم بزيادة في المعنى أو نقص من العمى. ومن شفع له يوم القيامة شفع فيه. القرآن هيجي يوم القيامة بشكل إنسان، وقلنا لكم القصة دي يمكن 3-4 مرات. هيعدي على الجمع، واقفين كلياتنا واقفين، هيعدي مخلوق، الناس كلها هتبص عليه وتقول ياه ايه الجمال ده كله. يمكن نبي بيجيهم النداء ليس بنبي، يمكن وصي ليس بوصي، يمكن من المؤمنين ليس منهم، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، لا يوصل لاخر الصفوف ويوصل امام الامام المسؤول عن وقفتنا يقول له عرف نفسك أنا القرآن. إذن اختار اللي كان يؤمن بيك واللي كان يستعملك واللي كان يحكي عنك واللي كان يقراك واللي كان، اختارهم ودخلهم على الجنة بصحبتك. ده القرآن هيعمل فيكوا كده. طيب الحاجة بقى اللي لفتت نظري وسمعتها من أحد العلماء المشهورين، بيقول إن الوهابية قاعدة بتقول وبتبس قدام الجماعة بتوعها الهبل، بتقول إن القرآن سهل والدين الدين الإسلام سهل والقرآن مش محتاج حد يفسره، زي ما بتقول الشيعة لازم تروحوا للأئمة ولازم تسألوا الأئمة، مش محتاج حد يفسره، ربنا قال لك في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر، فأنتوا كذابين، القرآن سهل وممكن أي واحد يقرأ يفهمه. لا يا شيخ والله أنتوا بتقولوا الكلام ده، طب فسروا لي ليه؟ ليه؟ ليه عملتوا العمايل دي كلها؟ أول حاجة ليه ربنا حط لنا أئمة معصومين يمسكوا القرآن؟ ليه؟ محمد ما كانش له أصباط؟ كان له. عيسى موسى 12، عيسى 12، محمد 12. ليه ربنا حطهم؟ ليه قدمتوا الزهراء قربان في سبيل الدين ده وقتلتوها؟ لماذا قتلت الزهراء؟ عشان تخلصوا من هالدين. لماذا أخذتوا منصب علي ودحرتوه وبعدين قتلتوه؟ لماذا قتل؟ مش عشان خاطر الدين ده؟ لماذا قتل الحسن؟ لماذا كانت المعركة الكبيرة في كربلاء عشان يقضوا على البقية من آل محمد؟ لماذا؟ إذا كان الدين سهل ومش مهم، ها ليه عملته كده؟ إن كان ربك في القرآن، إذا أنت بتؤمن بالقرآن، ربك في القرآن قال لك إيه؟ لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
مش العلماء الراسخون في العلم اللي هم المعصومين يجي يطلع واحد فتوى من عندكم ما يعرفش انه من اطرافه اطول ويطلع لك فتوى مقرفة زي وشه وانتوا كلكم تمشوا عليها. مش عارفين دينكم؟ مشيتوا ورا عبد الوهاب ده انتوا لسه يا ويلي عليكم شو هتشوفوا. لماذا كانت وقفة الغدير؟ وليه كان وقفة الغدير وكان كل اللي حصل في الغدير ده كان حصل ليه؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن في مرحلة اسمها مرحلة التنزيل. حط في مرحلة التنزيل سورة الفاتحة في مكة، نزلها في مكة. وبعدين عشان خاطر الناس يتعلموا الصلاة لأن الصلاة بدون الفاتحة لا تقبل، فعلمهم الفاتحة وصلوا بالفاتحة. خلصت مرحلة التنزيل هتدخل بقى مرحلة التأويل، فنزل الفاتحة كمان مرة في المدينة. الفاتحة كان فيها إشارات وفيها حاجات عارف أن العقول في عقول آخر الزمان هتتوصل لها، ولذلك حط في الفتحة إشارات، والأئمة المعصومين أدونا في الزيارات إشارات وأدونا في الأدعية إشارات، لأن عارف أن عقولنا هتقدر تنفتح عليها الإشارات دي والألغاز دي وإحنا نحلها بفضلهم وببركتهم. طيب مثلا هديك مثال، إحنا عارفين أن الفاتحة دلوقتي لها ظاهر ولها باطن، ناس بتفسرها بالظاهر وناس بتفسرها بالباطن والاتنين تفسير أهل البيت. يعني يجي يقول لك إيه؟ ربنا خاطب النبي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وقال له إيه؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعة من المثاني، مثاني يعني إيه؟ اتنين 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 اتنين، اتنين في سبعة بكام؟ بـ14. يعني أديناك 14 والقرآن العظيم. عايز يقول ايه؟ عايز يقول اديناك 14 معصوم يساوي في كفتهم الفاتحة، كفة ال 14 تساوي كفة الفاتحة الاثنين. القرآن بدون ال 14 دول لا يفهم، وال 14 دول بدون قرآن يعني ما لهمش اي عمل، ولذلك الاثنين كفتين ميزان. وقت التنزيل خلصنا عرفنا الفاتحة الأولانية، وقت التأويل لازم نفهم تفسير الفاتحة عايز يقول لنا فيها إيه. قال لك الفاتحة تحمل القرآن كله، تحمل القرآن كله. اسمع معايا كده، لما يقول لك ولقد آتيناك سبعا من المثاني، الوهابية يعملهم ستة، كذبوا رسول الله وكذبوا الله. قال له سبعة يقولوا لك ايه؟ يقف يقول لك الحمد لله رب العالمين في السعودية. يا عمي وين الآية الأولى؟ قال دي بدعة مقدرش نقولها. مين قال لك إنها بدعة؟ ده كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يجهر بيها المنافقين يهربوا، ولذلك ربنا في القرآن قال له ايه؟ وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. من وقت الرسول كان يكرهوا يسمعوا سورة الفاتحة، بس لما يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يهربوا. لو تعرف ان امامك الصادق عليه السلام يقول لك ايه؟ قاتلهم الله أن يؤفكون، جاءوا لأقوى آية في القرآن ولغوها وقالوا عنها بدعة، قاتلهم الله. يوم يقول لنا ايه؟ تعرفوا انتوا ان الامام لو وقف امام الصلاة، مش هقول امام لوحده، هقول اللي بيأمهم في الصلاة، لو وقف يأم الجماعة اللي وراه لو كانوا ملايين وما قالش الفاتحة، بيجي الشيطان اللي قريب من الامام بيقول له ذكر ربه. إذا الشيطان قال للشيطان الثاني آه بيهرب، إذا قال له لأ تعرف بيعمل إيه؟ بينط يركب على رقبته وبيدلدل رجليه على صدره وبيضل قاعد يضحك، كل المصلين بيصلوا للشيطان لأنه بدأ الصلاة غلط.
بدل فتحة بست آيات مش بسبع آيات. شايف قد ايه بيلعبوا بالعالم وبعقول العالم وبيمشوا وراهم الجهلة؟ شفت عامل ايه، عامل ايه الشيطان فيهم كلهم؟ هنا نيجي لمرحلة التأويل. في وقت الغدير لما شوية اتأخر رسول الله عن انه يبلغ عن علي، نزل ربنا وقال له، ابعت له ربنا مع جبرائيل، قال له يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. 23 سنة مشطوبة اذا ما كانتش النهاية تكون صح. فلما بلغ في الغدير ووقف وبلغهم ومسك ايد علي ونصب علي وراه بالخلافة والى اخر الحاجات دي كلنا زهقنا قد ما حكينا فيها، بعت له جبرائيل كمان مرة، اليوم اكملت لكم دينكم. الدين كان ناقص، الدين بدون علي ناقص، فما بالك الصلاة؟ كيف الصلاة تكون بلا علي؟ دينك بدون علي ناقص، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. نعمة ربنا ما كانتش تتم عليكم الا بولاية علي، واتممت عليكم نعمتي. والان بعد تولية علي وبعد تنصيب علي رضيت لكم الاسلام دينا. يعني ما تقولش عن حالك انك اسلمت صح الا بعد ما تكون داخل في ولاية علي. رفضت ولاية علي انت مش مسلم. بالمرة كده هقولها لك، انت مش مسلم، لان رضيت لكم الاسلام دينا بعد الولاية. طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لجابر الأنصاري، ألا أعلمك يا جابر أفضل سورة في القرآن؟ قال له نعم بأبي أنت وأمي. قال له الفاتحة، صلي ركعتين بقلب واعي مع سورتين من القرآن بقلب حاضر واقرأ فيهم الفاتحة وادعوا يستجابوا إليك. دلوقتي هفسر لك الفاتحة. الإمام الصادق بيقول لك سورة الفاتحة لو قرأها إنسان مؤمن موالي، الإيمان معبي في قلبه، قيمة رسول الله عنده عالية، عبادة الله عنده فوق، وبيآمن بالكلام اللي نزل من عند ربنا على محمد الصادق في كلامه، ومسك قدامه ميت، لو قرأ عليه الفاتحة 70 مرة تترد الروح إله. بس هات لي إنسان بالمواصفات دي. بعدين بيقول لك إيه، بيديك وصفة دلوقتي، بيقول لك إيه لو جالك وجع في جسمك، الإمام بيقول لك شد فتحة قميصك كده واقرأ 7 مرات الفاتحة، لو ما نفعتش اقرأها 70 مرة وأنا ضامن إن يروح عنك الوجع إذا كنت من الموالين المصدقين الطاهرين، بيروح عنك الوجع. إذا أردت، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف كل حرف فيها بيبعد عنك واحد من الزبانية اللي هم عليها 19 لواحة للبشر لا تبقي ولا تظهر. يقول لك إيه، أهل لا إله إلا الله من المؤمنين الموالين لما يجي موقف القيامة، موقف القيامة أول حاجة لما يجوا يطلعوا من القبور يقولوا إيه، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وإن إلى ربنا لا راجعون، بيحمدوا ربنا. لما يقف في موقف القيامة كل الموالين حيعملوها، حيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يجي جسر جهنم حيعدوا على الجسر، أول ما يحطوا رجليهم على الجسر حيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، حتنطق النار وتقول له يا مؤمن جز علي فإن نورك أطفأ ناري، وحيعدي. فلما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويعدي على الجسر والتاني وراه والتالت وراه، أهل الجمع بيقولوا إيش أمة الإسلام حسناتها تقلت، فبيردوا الأنبياء بيقولوا لهم وكيف لا وقد ذكروا الله بالأسماء الثلاثة، الله والرحمن والرحيم. طيب دلوقتي انا هننقل لكم بقى ايه على تفسير الامام الحسن العسكري اللي هو
في الظاهر. أنا دلوقتي اديتكم الباطن. اسمعوا تفسير الإمام الحسن العسكري، جميل جدا كمان جدا. بيقول إيه؟ هو الإمام الحسن بيتكلم بيقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام، هي 7 آيات تبدأ بالبسملة، وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين لبيضها، وأن الله تعالى حظى محمد ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يحظى أحد من الأنبياء إطلاقا بفاتحة الكتاب سوى محمد، سوى سليمان أعطاه بسم الله الرحمن الرحيم. من قرأها معتقدا بموالاة محمد وآله الطيبين الطاهرين، مؤمنا بظاهرها وباطنها، أعطاه الله بكل حرف أفضل من الدنيا وما فيها. شوف الفاتحة بتحمل القرآن كله، إزاي بتحمله؟ دلوقتي هشرح لك حتة حتة، وحوديك كل الموجود في القرآن موجود في الفاتحة، بس أنا هقولها لك بطريقة مبسطة، يمكن محمد شرحها قبل كده بطريقة عميقة وطريقة حلوة، اسمعوها من محمد كمان. بقول لك: من استمع إلى قارئ يقرأها أخذ ثواب زي ثواب القارئ بالظبط. يبدأ فيها الله سبحانه وتعالى. هو الإمام بيقول لك ابدأ في القراءة بالأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم، لأن الاستعاذة بالله إن أنا بطلب منك يا ربنا تبعده عني، فأنت استعذت بالله بيبعده عنك. وبعدين تدخل الاستئذان، تستأذن يعني بسم الله. ولذلك حط وجهة كتابه بالرحمة. احنا نعرف إن الإنسان لما يسكن في بيت وجهة البيت بتاعته بتديك فكرة عن اللي جوه شكله ايه. يعني اذا البيت بابه جميل ومدهون والشبابيك حلوة بتقول البيت جميل، انما لو مكسر ومدهون اشكال والوان بتقول مقرف. فلذلك حط وجهة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا ييأس العاصي من الدخول. فانت لما تيجي تدخل على الفاتحة بتقول بسم الله، يعني استئذان، مش باسمي، باسمك يا الله هدخل، باسمك يا الله هقرأ الفاتحة. فبسم الله الاستئذان أولا، وبعدين تذكر الله. والله قلت لكم الله هو أعطانا الاسم ده عشان نقدر نتواصل معاه، لأن احنا كيف نتواصل مع ربنا؟ كيف نتواصل؟ ما نعرفش له أي اسم ولا طريقة تواصل غير نقول يا الله. هو نزل لك الاسم ده، قال لك ادعوني بيه، ومع ذلك انت تدعوني بي، انما محرج على اي انسان كافر ملحد زبانية الجحيم اي حاجة يسمي بي. هل تعلم له سميا؟ لا يا رب لا نعلم. ما فيش حد يقدر يسمي حاله الله ابدا ابدا، رغم ان ده اسم نزله خلقه وادهولنا عشان خاطر نتواصل بي. واللي علمنا كيف نتواصل مع الله والامام زين العابدين، علمك في الصحيفة السجادية كيف تحكي مع ربك، كيف تقف، كيف ترفع ايديك بالتوسل، كيف تذكر محمد وآل محمد، كيف تقول دعائك. اتعلم كده من إمامك زين العابدين. فبالأول ما ندخل نقول بسم الله، وبعدين منقول الرحمن. ربنا برحمته تشمل جميع المخلوقات، من إنس، من جن، من طيور، من حيوانات، من أهل البحر أسماك وحيتان، من أهل الصحاري، من كل مخلوقات الله بتشملهم رحمة ربنا. بيديهم الغذاء، بيديهم الكساء، بيديهم الرحمة، بيعلمهم كل واحد خلقه في الدنيا أداله طريقة إنه كيف يأكل وكيف يحافظ على نفسه. ده أداله أنياب طويلة، ده أداله قواطع، ده أداله شعر، ده أداله ريحة تطلع منه عشان يهرب منه الأعداء، ده أداله وده أداله، كل واحد أداله. الذي قدر فخلق فقدر، وقدر فهدى. هذا يعني إيه كمان؟ يعني قدروا أن يكون حيوان عايش في المكان الفلاني، علمه كيف يداوي نفسه. والكلام ده تكلمت فيه في زمان في شرح سورة الرحمن. كل واحد من مخلوقات الله بيعرف كيف يداوي نفسه، من القطة، من التعبان، من عندك حية بتوصل بعد ما توصل 1000 سنة بتتعمي، بتوصل مسافات مسافات في الصحراء لتوصل على شجرة معينة تحك عينيها فيها يرجع لها بصرها تاني. مين قال لها الكلام ده؟ قدر فهدى. عندك القطة لما بتجوع بتاكل وردة اللي بتطلع على سطح نهر النيل والمياه الحلوة، بتاكلها بالطيب. كل حيوان عارف دواء ازاي،
ولذلك ربنا علمنا، احنا بقى علمنا العلم، ادانا العلم علم المخلوقات ازاي نستعمل مخلوقاته في الارض عشان نداوي نفسنا. ولذلك قدر فهدى، هذا هو الله، هذا هو الرحمن. اما الرحيم فدي لموقف القيامه للمؤمنين الموالين فقط هتكون رحمته. لذلك ربنا يقول لك انا نزلت في الكون رحمه واحده وادخرت 99 رحمه ليوم القيامه. يا ارحم الراحمين، كل الرحمه اللي في الكون دي من حاجه واحده، يعني معناته في يوم القيامه هتكون الرحمه تشمل الجميع، لان هيحاسبنا بالرحمن مش بالجبار. ولذلك اللي هيحاسبك في الاول هما اهل البيت، ان اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم. بعد حسابكم ووقفتكم معاهم هتعرض على الجبار، هتعرض على الرحمن. وقفتك قدام الرحمن دي هتكون يعني لها قيمة ولها فايدة، إذا كنت أنت من هنا ولا من هنا. طيب بعد ما نقف ما ندخل بقى بالاستعاذة وندخل بالرحمن وبالرحيم، نبدأ بالحمد. هنا بيقول لك إيه؟ نبدأ بالحمد والثناء عليه ثم الدعاء لله عز وجل. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصف لي ونصف له. فإذا قال عبدي الحمد لله، هو بيقول لك نصف لي ونصف له، ولعبدي ما سأل. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأها بالرحمة حتى لا ييأس العلاء، خلاص دي قلناها. إذا قال الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي وعلم أن النعم التي عنده مني، وأن البلايا التي زيحت عنه بفضلي. أشهدكم يا ملائكتي، شوف كيف، أشهدكم يا ملائكتي أني أضيف له نعم الدنيا إلى نعم الآخرة. يعني النعم اللي ادها لك في الدنيا هيزودها لك في الآخرة كمان، لأنه قال الحمد لله. تخيل، إحنا كلنا متعودين على فكرة هنا المؤمنين بنقول إيه؟ إزيك يا فلان، أخبارك إيه؟ الحمد لله. عملت إيه في الموضوع الفلاني؟ الحمد لله. اتسهلت أمورك؟ الحمد لله. اليوم قايم تعبان؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ مش إحنا بنقول كده؟ تعودنا على كلمة الحمد لله. حمدني عبدي. ولذلك اللي يحمد ربنا يقول له: اشهدوا يا ملائكتي أنا أدي له نعم في الدنيا وأصرف عنه بلاوي الآخرة، وحط له نعم الدنيا دي مع نعم الآخرة، بس تقول الحمد لله. الرحمن الرحيم يقول هنا ربنا إيه؟ أول حاجة الحمد لله دي تديك الوحدانية، يعني تكلم الوحدانية اللي في القرآن تجمعها كلمة الحمد لله. نمرة اتنين، صفات الله الموجودة في القرآن تجمعها كلمة الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: شهد لي عبدي بأني الرحمن الرحيم، أشهدكم يا ملائكتي لأوفرن لهم من رحمتي حظه، ولأجزلن لهم من عطائي نصيبه. بس عشان قال الرحمن الرحيم. دي اتكلمنا عن صفات الله دلوقتي، الوحدانية، الاستئذان، الوحدانية، صفات الله. نيجي لموضوع تاني اللي هو الحساب والعدل في القرآن كله، موجود في مالك يوم الدين. قال تعالى: أجهدكم يا ملائكتي كما اعترف عبدي بأني المالك لهذا اليوم، لأسهلن عليه حسابه يوم الحساب، ولأتقبلن منه حسناته، ولأتجاوز عن سيئاته. لأن ده اليوم الأخير يا جماعة، ده آخر أيام الأرض. الأرض 6 أيام، وقلنا قبل كده اتكلمنا عنها، واحنا في اليوم الاخير من اليوم الثالث. قدامنا يوم الخروج، وبعدين يوم الخلاص، وبعدين يوم القيامه. يوم الخلاص اللي هو اليوم الاخر، اللي هو بعد كده يوم القيامه. ولذلك هنا عندنا يعني قربنا. اياك نعبد، شوف انت بقى لما تقف قدام ربنا وتقول له، لان لو قلت نعبد اياك ممكن تعبد حد تاني، انما جابها لك بطريقه معكوسه. اياك نعبد يعني ما فيش نعبد اي حد الا انت، اياك نعبد، نعبدك انت فقط. ولذلك صدق عبدي، صدق عبدي اياي يعبد، اشهدكم يا ملائكتي لاثيبنه على عبادته.
ها أثيبنه ثوابا يعظمه في كل الكفار. يا ريتنا قلنا زيه، يا ريتنا عملنا مثله، يا ريتنا قرينا الفتحة كده بالطريقة دي. الفتحة لما تقراها وانت تفهمها تاخد الثواب، تقراها وانت مش فاهمها ما فيش حاجة، قلبك أبيض. إياك نستعين، يعني أنا مش هستعين بحد تاني، هستعين بس بك. ولذلك يقول لك إذا لم تعينك تعينك الفتحة لن يعينك شيء تاني، لأن الفتحة هي كلها مركزة فيها كلام الله، والفتحة دي اللي هي طلب العون من الله. إحنا لجأنا إلى الله، إياك نعبد إياك نستعين، هنا اللجوء إلى الله هنا اللي هي طلب العون منه. أعني يا الله. يقول لك إيه، أنا ابني كان حيموت لولا الدكتور الفلاني نجاه. مشطوب، اللي نجاه هو الله بفضله وبرحمته وبواسطة إمامه اللي موجود معاك. إمامك بينفذ كلام الله لأنه خليفة الله في الأرض، هو اللي بيساعدك، هو اللي بينجي ابنك، هو اللي بيزيحك عن الخطر، هو وانتوا مش حاسين فيه، مش سألين فيه، حتى زيارة ما بتقولوش. زيارة آل ياسين اللي احنا طلبناها منكم وقلنا لك كل يوم اقراها، ما بتقروها. عارفة الزيارة دي بتثبت إيمانك للإمام، يعني عهد جديد كل يوم، أنا عهدك وإيماني أهو قدامك. طيب اهدينا الصراط المستقيم، هنا بقى هيطلب، هنا تدخل الولاية. القرآن كله يتكلم عن الولاية، جمعها في كلمة اهدينا الصراط المستقيم. كل كلمة صراطا مستقيم في القرآن يقصد بها علي، علي هو الصراط المستقيم. وانت حضرتك يا سني اللي مش مآمن بعلي بتقف بتقول له اهدينا الصراط المستقيم، تعرف ايه هو الصراط المستقيم ولا فكره الهاي واي؟ يعني صراط المستقيم، صراط المستقيم هو طريق محمد وعلي، طريق الله اللي هو عايزه مننا. كلنا بنقف بنقول اهدينا الصراط المستقيم، هو طريق علي. يبقى هنا طلب الولاية من الله اللي هي موجودة كلها في القرآن في كلمة اهدينا الصراط المستقيم. وبعدين صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا. دول اللي احنا عايزين كلنا ننضم لهم. وخد بالك حط الصالحين في الآخر، ليه؟ لأن الصالحين هم اللي هيورثوا الأرض، إن الأرض لله يورثها عباده الصالحون. ولذلك كل نبي كان يجي يموت يقول يا ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، من إبراهيم لا موسى لا يوسف لا عيسى، كلهم يطلبوا أنهم يرجعوا بعد ما يموتوا يلحقهم بالصالحين اللي هم محمد وآل محمد. يوم ربنا يرد يقول لك إيه، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، سألتني أهديك، سهلتني أعينك، سألتني أحطك مع عبادي الصالحين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن السورة دي، وقبل ما أنتهي منها، السورة دي فيها ثلاث مجموعات بتتكلم، المجموعة اللي بتطلب من الله، المجموعة اللي بتطلب منه أن يكونوا مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والمجموعة الضالين، والمجموعة المغضوب عليهم والضالين. نسيت أقول لكم المغضوب عليهم اللي هم مين؟ غير المغضوب عليهم اللي هم كفار اليهود وكفار النواصب. ليش أنا قلت كفار اليهود؟ لأن في اليهود في ناس بيعبدوا ربنا بطريقتهم، وهم ربنا قال لهم يعني طالما أنتوا أمنتوا بالله وباليوم الآخر حسابكم عند ربنا. بذلك ما نقولش كل اليهود ولا كل المسيحية، لا، كفار اليهود والنواصب المغضوب عليهم، كفار المسيحية ورافضي الولاية الضالين تايهين مش عارفين نصيبهم فين. ولذلك انت بتطلب من ربنا الطلب ده، فبقول لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هم اربع فرق في الفاتحه بيتكلموا مع بيتكلموا، يعني اربع مجموعات بتتكلم في الفاتحه. عرفت دلوقتي الفاتحه كيف حامله القران كله؟ كل القران يتكلم عن صفات الله وعن الاستعانه بالله وعن طلب الهدايه من الله وعن الولايه. كل القرآن يتكلم عن الولاية. ولذلك انت هقولك على حاجة، أنا بص، انت ربنا عايز يفهمك ان قرآنه اللي هو الفاتحة تعادل القرآن. مش قلتلك الفاتحة تعادل القرآن؟ ولذلك انت انتبهت ولا ما انتبهتش ان هم بيحطوها بلا فهم،
ان اول 5 آيات من البقرة تعادل الفاتحة او تديك، بص هقول لك ايه، بص كل المصاحف كده، كل المصاحف كده شايف، اي اول 5 آيات من البقرة زي الفاتحة، بيرسموها بنفس الرسمة وبيحطوها بنفس الوراق. ليه؟ لأن ال5 آيات الأولى من البقرة تتكلم عن المعصومين ال14. ألف بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. من هو الكتاب؟ يقول لك الإمام علي سلام الله عليه وقف، كان واقف في بيلقي خطاب، فابن الكوة قاعد تحت المنبر، فقال له يا مولاي، سأله سؤال، فالإمام مسك القرآن فتحه وقفله وحط وطلع في اللي قاعدين. نط واحد تاني سأله سؤال، مسك القرآن فتحه وقفله وحط وطلع في القرآن في اللي قاعدين، قال لهم جاوبوا، خليه يجاوبكم، اسألوه خليه يجاوبكم. فهم اتطلعوا في الإمام، يعني ايه؟ قال لهم ده حبر في ورق، ده حبر في ورق، إنما القرآن الذي عايزين تعرفوا القرآن وتسألوا القرآن، اللي يجاوبكم الرجال، رجال ربنا سبحانه وتعالى حط في صدورهم العلم ده، وقال لهم ان هم بس هم الراسخين في العلم، هم بس اللي يجاوبوكم، هم بس اللي يفهموا القرآن ويجاوبوكم من القرآن، وإلا هذا القرآن حبر، حبر أزرق على ورق أبيض، لا يتكلم ولا حاجة، إنما القرآن لو ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب لا شك فيه، ما تشكش في علي ولا تقول صلاتك تعادها من وراء علي أبدا. علي هو الكتاب الناطق عندنا، علي هو الآن الإمام المهدي هو الكتاب الناطق، فذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله، طب المتقي ما هو مهدي، يعني ايه؟ قال لك لان المتقين اللي هم المعصومين هو الكتاب ده، هو اللي يهديهم، هو اللي يهديهم، نقل لهم العلم بتاعه لهم. الذين يؤمنون بالغيب، ايه هو الغيب؟ ما تفكرش ان الغيب اللي احنا بنعرفه ده اللي انا وانت، لا، اللي هم يؤمنون بالامام المهدي. الامام الصادق بيقول لك لو انا كنت في وقته لكان انا قمت بخدمته. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، احنا منأدي الصلاة ما منقيمهاش، هم اللي بيقيموا الصلاة، 24,000 حاجة في الصلاة احنا منأديها، الصلاة تأدية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون من العلم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالتوراة وبالإنجيل وبصحف إبراهيم وبصحف هذا نوح، كل دول يؤمنون به وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نقف لغاية كده النهاردة إن شاء الله، ونشوفكم في حلقة تانية، وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.